يو اذا راك محتاج لطابلة ثمن متوسط تبع معي الفيديو بحيث اليوم وصلني طاب جديد من AliExpress في مدة 20 يوم بالتقريب من شركة تيك لاست. بعد ما شفت بعض اليوتيوبر حكاوا عليها قررت نجيب اصدار t 50 PRO الجديد اللي بان يصلح للدراسة والعمل معالج يعدل أقوى في هذه الطبقة السعرية لكن نقبلها نشوف الديزاين طبيعة الحال اللي مش بريميوم ومش قوي وانا نعرف من الحواف اذا صلب او لا وهنا نحسهم مش قويين تجي مع ظهر كامل من البلاستيك وزنها 480 غرام سمك 7.3 ملم ما تتعبش نهائيا في الاستعمال بالاخص السمك هذا يسهل المسكة تاع الطاب نشوف من الجنب عندي ازرار الصوت وزر الباور مع غياب مستشعر البصمة عندي منفذ شحن تايب سي وسيبور للشريحتين وذاكرة التخزين الخارجية مع صوت ستيريوب أربع سبيكرات في الجوانب الصوت عليه عالي ما شاء الله ومن ناحية نقاوت صوت من ناحية نقاوة الصوت نمد ثمانية 8.5 من عشرة ونفتقد عليه منفذ السماعات ما تقدرش تضيف له كيبورد لكن تقدر تشتري القلم وتستعمله على الطاب بشكل عادي للدراسة مثلا للجامعيين أو للعمل نتاعك تقدر حتى تستعمله لمتابعة الأفلام أو الدروس أونلاين عبر الزوم وغيره كل هذا من خلال شاشة كبيرة بحجم 11 إنش بدقة 2000 على 1200 بكسل من نوع IPS والإضافة تاعها عالية 213 PPI مع معدل تحديث عادي الالوان عليها حسيتهم خافتين وفيها خصائص محدوده كما الدارك وحمايه العينين يعني هذه الشاشه عاديه الحاجه المليحه فيها هو انها كبيره الحجم وكما قلنا اهم ميزه هو انه فيها معالج الهيليو جي 99 وذاكره داخليه 256 جيجا ورام 8 جيجا تقدر تضيف لها 8 جيجا باش ترجع عندك 16 جيجا وتفيدك في فتح كثير من التطبيقات في نفس الوقت وعلى انتو جبت 375 الف نقطه وجربت عليه العاب كيما الكود كان أداء بسيط مع 30 فريم والمهمة تسخنش كما أنها تدعم الجيروسكوب أما على لعبة عادية كما الفيفا والأسفلت كان أداؤه ملح وأخف يعني هذه الطاب يمكن تشغل عليها ألعاب بسيطة وخفيفة لأن جرافيك مش قوية له وزيد تجي مع باتري 8000 ملي امبير من تجربتي الشخصيه الصمود انتهى حاله بس به واللي ما عجبنيش هو دعم هالشارجر 18 واط فقط يعني تاخذ شويه وقت باش تشحن بشكل كامل والشيء الثاني اللي ما عجبنيش هو الكاميرا الاساسيه المزدوجه بدقه 20 ميجا بكسل اللي ما تعطيك حتى فائده بالتقريب الا في بعض الصور القريبة في الاستديو يعني ما يصلحوا الوالو لكن الميزة اللي فاجأتني هو سيلفي 8 ميجا بكسل كان أداء قوة في هذه الفئة السعرية عجبوني الصور ما شاء الله لكن مش كل اللقطات فقط وين تكون الإضاءة جيدة يعطي نتيجة روعة وتقدر حتى تبرتاجيها على السوشيال ميديا والشي اللي راح يعجبنا كامل هو دعم الطاب لشريحتين اتصال من نوع 4G والشبكات عليها من ناحية الاتصال والواي فاي مقبولين مع بلوتوث 5.2 وتدعم الجي بي اس يعني جوجل مابس يمشي عادي وسعر هذه الطابلات حاليا 165 دولار بالدينار الجزائري مع شحن من الي ممكن يوصل سعرها ل الف دينار جزائري خلي لكم الرابط في الديسكريبشن وراهم عاملين تخفيضات لمده اسبوع قولوا لي وش رايكم في هذه الطابلات بعد ما شفنا كامل ميزاتها وعيوبها اذا تستاهل او لا بالاخص الناس اللي شراوها وجربوها لما تنساو الدعم لابن بلدكم بلايك ومتابعه للشانل هيا سلام بيك.